عارف ايه حظنا الزفت في موضوع البنك ده. حظنا الزفت؟ انت اللي حمار. انا؟ انتوا احمدوا ربنا ان انا ما رجعتش في المخمضه اللي انتوا قعدتوا تمخمضوها لنا دي. ولا واحنا كنا راكبين الاوتوبيس النهري ما تقفورش، ده هو الريموت كنت بتدوس عليه بتخش جوه البنك بتدوس بنطلع تاني. في ايه؟ لا هو فعلا كان في دوخه، انا دوخت قوي يا فخر. لا انت لو دايخه يبقى احنا كده مستنيين حاجه حلوه. حاجه حلوه؟ صح، ليكي حق تستغربي، لان البني ادم ده عمر ما يجي منه حاجه حلوه، السلاله بتاعته لازم تنقرض من على الارض. ممكن بقى كفايه تقطيم وتسيبونا افكر نشوف هنعمل ايه. لا تفكر ليه، انت ما تفكرش خالص. ممكن يا ريتاج تكلمي جوزك بشكل احسن من كده. ولا هو انت فاكر لما تزعق وتقول ممكن تكلمي جوزك بشكل احسن من كده انا احترمك يعني؟ لا هي بتتكلم صح، انت حمار، احنا بنفكر ونخاطر بحياتنا وانت تيجي زي النسمه تبوظ كل حاجه. عارف يا سيد املنا الوحيد ايه؟ ان يجيلك مرض مزمن فتقعد في البيت، واحنا نخطط ونفكر وننفذ وننجح وانت نايم على ظهرك. صح. طب فخر ما عندكش صاحب شمال نقدر نطلع منه باي مصلحه بس ما يكونش فيه بوليس ولا اي شوشره؟ صاحب شمال ازاي يعني؟ تستهبلي ولا ايه؟ انت بتكلمي رئيس نادي، رئيس نادي محترم. خلاص مفيش الكلام ده. انا اسفه. اسفه ايه؟ هو في واحد بس مش صاحبنا قوي يعني، كان بيقعد معانا واصحابي المحترمين في الغرزه يعني. صحابك المحترمين بيقعدوا في الغرزه؟ امال هنقف على النواصي وجنب الكشاك زي العيال السيع؟ هو الواد كان شكله خطر قوي يعني لما بيقعد معانا في الغرزه، فما كانش لينا علاقه بيه، بس عرفنا في مره انه جدع يعني لما كلنا اتمسكنا تحري وما بلغش عننا. ايوه يعني ده شمال. شمال؟ ده شمال في تاني شمال. وده اسمه ايه يا فخر؟ ناصر الحيني. ايوه يعني هو ليه في المخدرات والاثار ولا ايه يعني؟ لا ده بتاع مراهنات، يخش بطوله الملاكمه من دول يراهن على الواد اللي هو عايز يراهن عليه بالفلوس، هوب يكسب، ياخد كل الفلوس اللي كسبها دي ويحطها في عبه. انا بقى هعمل ايه؟ اقنع ناصر ان عندي بطوله بوكس هنا في النادي واجيبه هو وبطولاته ومراهناته وفلوسه وكل ده هنا جوه عندي في النادي، واحنا بقى نلم الخير ده كله في عبنا احنا. حلو. جه وقت الريموت، جهز الريموت يا سيد. ايه علاقة الريموت بماتشات الملاكمة؟ ها؟ رايح فين؟ رايح اجيب الديب من ديله واقلق نومه في عز الليل. وإما عرفتش اجيبه هسيبه وارجع اقول ما لقيتلوش ديل. اتفضل يا باشا. اتفضل، خد مكاني. اتفضل يا باشا، بيتك ومطرحك. شكرا. احنا المراهنات عندنا بقى حاجه مختلفه خالص، هتتبسط قوي هنا ان شاء الله. انا عاجبني الاجواء قوي يا سيد. ايوه فعلا شهر اربعه الجو بيبقى حلو جدا. اربعه ايه؟ مش مهم. ها ريموت تمام؟ البطاريات بس فضيت، خرجتها وقطعتها، رجعت احسن من الاول. قطعتها ليه يا سيد؟ ما جبتش بطاريات جديده ليه؟ عشان الفلوس خلصت. وديت ال 200 جنيه فين؟ اشتريت بيهم منفاخ. ليه اشتريت منفاخ؟ عشان ننفخ الكلبزات، هي الكلبزات دي بتيجي منفوخه يعني بتيجي مفسيه وبننفخها، ولا نستنى بقى نوديها البنزينه وترجع ونوقف الماتش. احلى حاجه فيك يا سيد ان انت عامل حساب كل حاجه. احنا مش واقفين على الكورنيش، بطلوا الودوده دي. ها؟ فهمتيها هيعمل ايه؟ حفظته. اه طب تمام. اي لحظه غباء اعرف ان احنا هندفن في الحلبه دي. ما فيهاش. شايف الناس دول حاطينهم جوه الشريط ده ليه؟ ليه بقى؟ عشان دول اخطر من الاسد. تمام؟ هتحس في لحظه ان انت غبي، اطلع اقعد في المكتب فوق. لا لا وسيبني والنبي، انا عايز اتفرج وهركز. يبقى تقف ساكت. ماشي. ايه ده؟ راس الكبيره جاي. ايوه بس هيخش الباب براسه الكبيره ازاي؟ عادي، ما فخر راسه كبيره وبتخش عادي. هروح اقابله. ها عم الدنيا نورت المكان. ازيك يا فخر؟ ازيك يا معلم. جدع جدع انك عرفت تقلب الخرابه دي وتخليها مكان مناسب. لا بس ده النادي بتاعي فعلا. خرابه يعني؟ ليه ده؟ مين دول؟ ده اخويا كده مخ على قده، ودي مراته. طب يبصوا لي كده ليه؟ لا لا ده غلبان في مخه يا باشا. يلا تايسون تايسون ريتاج، عيانين خالص يا باشا.
فخر هو ليه الترابيزات ما عليهاش كاجو؟ لا يا باشا عليها اهو سلامه الشوف. اتفضل يا ريس. دي بطاطس. ما هي بطاطس بطعم الكاجو. لا باش. كله هنا موجود يا باشا والله. اتفضل يا باشا منديل عشان تمسح مناخيرك. امسح مناخيري من ايه؟ ما هي مناخيرك نازله حضرتك دي. اه ده حلق. هو مش بيتلبس هنا؟ دخل الملاكمين يا فخر. حاضر يا باشا. يلا ماشي. دخلوا الملاكمين. كل دي فلوس يا سيد؟ ما تيجي نراهن على الونش. اشمعنى الونش؟ يعني بيقولوا الونش ده اقوى مخلوق على وجه الكره الارضيه. ده بيقول لك بيشيل 10 اضعاف وزنه. مبدئيا ده مش ونش حقيقي، ده بني ادم عادي واسمه ونش. وبعدين الونش اصلا مش مخلوق. بجد؟ الونش مش مخلوق؟ اه مش مخلوق، بس هو شكله قوي قوي. ما تيجي نراهن عليه. طب وليه نراهن ونخمن بل ما احنا معانا الزفت ده؟ حلو، عرفيني بقى ليه مصرين انتي وفخر نجيب الزفت ده في المكان اللي احنا جايينه ده؟ مفيش اي ربط؟ ايه؟ مفيش؟ احنا هنتفرج على الماتش كله وهنعرف مين اللي هيكسب، بعد كده نرجع بالزمن اللي ورا وهنراهن على اللي هيكسب، فهمت؟ ياه ياه دي لفة بعيدة قوي. فخر خلاص وقت الرهان خلص، ابدأ اللعب يلا. ماشي يا باشا اللي تشوفه. بقول لك يا فخر، انت ما راهنتش ليه؟ لا يا باشا ما بعملش الحاجات دي، الرهان من الشيطان. الله يفتح عليك يا ابني. يلا ابدا اللعب. ماشي يا ريس. هي دي هتلعب؟ هتلعب؟ لا دي خطوبتها دلوقتي وبتفرج الناس على الشبكه. يلا قلت لكم نراهن على الونش، مش محتاجين الريموت. على الونش. ها بقول لك يا ابو السيد، اطلع لي كده بالريموت وارجع لي بقى صلانسيب الراحه كده عشان نراهن على نمله القمر ده. فخر وقت الرهان خلص خلاص، ابدا اللعب. ماشي يا باشا. بقول لك يا فخر، انت ما راهنتش ليه؟ يا باشا انا مراهن ب 300 جنيه بس. على مين؟ على نمله. يا ابني كله مراهن على الونش. يا باشا ما هو نمله، هراهن عليه بايه يعني؟ ده كويس اني مراهنتش بسكر. براحتك. ايه يا باشا؟ ها؟ راهنت بكل الفلوس يا فخر؟ راهنت بكل الفلوس؟ ده انا راهنت بكل الهدوم على نمله. بقول لك ايه، هاتي ساعتك دي. لا لا مالكش دعوه بساعتي، ما ممكن نمله يخسر. يخسر؟ انت غبيه يا بنتي، ما لسه كسبان قدامنا دلوقتي. مش ضمني، ممكن يتصاب. يتصاب؟ لا ما تخافيش، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سيد، عادتها بغبائك. ايوه يا نمله، ايوه. معانا كام دلوقتي؟ معانا كام؟ معانا كتير قوي. ايوه يا نمله، انا فرحان قوي ان فلنتي هترجع، الحمد لله يا رب.
التاني. عيد تاني. سيد ورا يا ترى مين اللي هتكسب؟ لا هي ما بتلعبش اه بس تتفرج عليها. قلبي بالراحة بس على الورق. بالراحة بالراحة بالراحة. ما تشجيني كده يا مرات اخويا وتقولي لي كده لمينا كام؟ 3,645,400 جنيه. اللهم صل على النبي. قلت لكم الفلوس هتنزل على دماغنا زي الرز وده اولها. طيب بما ان خير ربنا كتير انا بقى هاخد ال 200 جنيه دول اروح اشتري كرافطه. خد 400 شبرق نفسك. شكرا يا رتاش. تعال 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 تعال. انت هتاخد ايه؟ ما خلاص رتاش ادتني 400 جنيه. لا يا حمار دي بتشتغلك. يعني كل دول 400 جنيه؟ يعني دي لوحدها 200 جنيه؟ انت بتبص وشي وظهر بس على الورق والرزم اللي في النص دي ملهاش لازمه؟ مش عايزين هبل. الفلوس دي للفرجه بس، محدش حتى يلمسها. عشان لما نوديها للسحاوي نخلص من قصته خالص. انا كل ما افتكر ان الفلوس دي رايحه للسحاوي بتنكد. ما تبقاش بومه بقى يا سيد، ما احنا هنرجع الفلوس عشان نسد ديوننا. ولا اقول لكم ما تيجي نحلق للسحاوي وناخد الفلوس دي كلها وناخدها. لا لا خدها بس بس كفايه. احنا كل ما بننجز حاجه بتتطربق فوق دماغنا. صحوا النوم يا حلوين. معلم ناصر ايه الطريقه البلدي دي؟ سامحني انا اسف. خير في ايه يا معلم؟ انت اللي هتقولي في ايه. طب نستاذن احنا بقى عشان تكملوا كلامكم. محدش هيتحرك من مكانه قبل ما اعرف عملتوها ازاي. انت عايز تاخدنا في دوكه؟ انت اللي هتقول لنا عملتها ازاي. ايه دي السكسوكه دي؟ ازاي بتخليها تطلع من هنا بس والجناب لا؟ لا ما انا هقول لك، مصر دي ليها طريقه. لما انت بتكبس بالحلق كده فبقول لك ايه يا فخر العرب، اخلص وقولوا لي عملتوها ازاي. انتوا كنتوا عارفين مين اللي هيكسب من قبل ما اللعب يبدا. احنا؟ ايه ده؟ مستحيل. ما اللعب كان قدامك يا حاج وكله كان على عينك يا تاجر. ما هو ده اللي هيجنني وجاي عشان اعرفه. وفكروا كويس قبل ما تجاوبوا عشان لو حورتوا هتموتوا. ماشي انا هقول لك بس على شرط تخلي سيد يجاوب اخر واحد. ماشي. لا بقى انا اللي هقول. ايه ده؟ تعمل ايه يالا؟ اثبت! لا اثبت انت! اثبت يالا! اثبت انت! نزل سلاح! نزل السلاح انت الاول! بقول لك نزل سلاحك! سلاح ايه بس؟ يا معلم ده عيل عبيط مخه على قده، ده بيهددك بلعبه. مش ده اللي فيه الليزر؟ لا مش ليزر. اللي هو بيجي على الوش عشان ما صدهاش. يا عم هو انت شريف اكرامي؟ يا حمار انت ايه اللي خلاك تطلع الريموت وتشيله جوه؟ هتكشف سرنا يا غبي. انا هرجع بالريموت ده دلوقتي حالا. عايزين تركبوا معايا الريموت؟ اهلا وسهلا. مش عايزين انا هرجع لوحدي. صحوا النوم يا حلوين. ايه ده؟ انا مش فاهم اللي بيحصل خالص. انت مش فاهم اللي بيحصل خالص؟ انا مش فاهم الحلقه دي كلها يا جماعه. احنا مغمى علينا بقالنا اكتر من ساعه والبتاع ده ما بيرجعش اكتر من ساعه، فاحنا لابسين الراجل ده لابسين. بقول لكم ايه، فككم الحوارات دي. انتوا كنتوا بتغشوا وكنتوا عارفين مين اللي هيكسب من قبل اللعب ما يبدا، فتقولوا لي عملتوها ازاي وفكروا قبل ما تقولوا عشان لو حورتوا هتموتوا. لا بقى انت زهقتنا. طب مش هنقول حاجه ومش هتعرف تعمل معانا حاجه.
انا لقيت الريموت في عربيه فخر كان واقع من كائن الفضاء. اسكت يا ابني. كائن فضاء ايه يا باشا؟ ده الواد ده دماغه تعبانه زي ما قلت لك. انا كده هضطر اقول لحضرتك الحقيقه.